إني مسلم محافظ على إسلاميته، عربي غيور على عروبته، متبع لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، مقتد بمذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم. عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. مميزة بتشهدها السفارات السعودية اليوم في العواصم العربية والعالمية بمناسبة اليوم الوطني، وللمغتربين كمان نصيب وحصة في حلقتنا لليوم. وبيسعدنا أن نرحب معنا بالمحامي فهد بن محمد العتيبي، خريج قانون من جامعة الشارقة، والطالب محمد بن عبد الله الحصان، طالب قانون في جامعة الشارقة. أهلا بكم. حياك الله يا مرحبا. حياك الله. أهلا فيكم. أبغى أعرف أول شيء كل عام وأنتم بخير طبعا باليوم الوطني، وأبغى أعرف منك فهد، أنت عامل تدوينة اليوم، أول شيء كلمنا عنها، إيش السبب اللي خلاك تعملها وتفاصيل التدوينة؟ أنا كتبت تقريبا، هي ما تعتبر تدوينة يعني، بقد ما هي تسمى خاطرة. في اليوم اللي راحت كنت قاعد أطلع على التويتر، فقاعد أشوف أنه في جانب قاعد يحتفل وجانب قاعد ينتقد بشكل مبالغ فيه. فالجانب اللي قاعد ينتقد بالشكل المبالغ فيه قاعد يخلط بين مفهوم الدولة ومفهوم الوطن. كيف؟ الآن الدولة تختلف عن الوطن، الدولة هي متغيرة، ومثل ما أنت عارفة يعني من المؤسس رحمه الله إلى اليوم يمكن جت 6 دول أو 7 دول تبع ملوك، كملوك تعتبر هي دول. الدول هي الحكومة، فلما يتغير الملك تتغير هذه الحكومة. فإحنا لما نرجع نتكلم عن الوطن، الوطن هو ثابت من أيام المؤسس إلى اليوم الحالي. والوطن مشكلتنا إحنا قاعدين نحمل تقصير المسؤول
للوطن, للوطن اللي ما له علاقة, اللي ما له علاقة. فقاعدين نحمله شيء هو بريء من كبراءة الذئب من دم يوسف. طيب يعني فكرة حلوة فعلا, وأنا أوافقك الرأي أنه الوطن, الوطن هو الأم اللي بيحتضننا دائما طبعا. اللي دائما بيعطينا. إحنا أوقات اللي بنسيء للوطن سواء بتصرفات بعض المسؤولين, حتى إحنا كشعب أوقات لما الواحد ما يحافظ على نظافة بلده, لما ما يكون قلبه على المجتمع, لما ما يتكلم في الحق, لما يخاف من أنه يطالب بحقوقه كمان. يعني حلو أنه هذه الأمور كلها تكون مزروعة فينا حتى نعبر عن حبنا للوطن. خليني أتوجه لك محمد, طبعا كل عام أنت بخير كمان باليوم الوطني, وأبغى أعرف وأنت بخير وصحة وسلامة. الله يسلمك. يعني كونكم موجودين في الإمارات بعيدين عن الوطن, كيف بتحتفلوا باليوم الوطني في الإمارات؟ أظن ما في تفحيط هنا. لا لا سمعت, إحنا بعيدين عن الجانب هذا, لكن كويس إن شاء الله. لا شك إن إحنا ما يحتاج, في بلدنا الثاني والدولة السعودية والإمارات عينان في رأس واحد, دول خليج يعني, دول خليج, والملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية كان يحرص على التعاون ما بين دول الخليج, وهذا شيء طيب. كيف بتحتفل باليوم الوطني في 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 الإمارات؟ يعني إيش طقوس احتفالك باليوم الوطني؟ نجتمع حنا والشباب جميعا ونقوم بتقديم يعني زي ما تقولين أكلات سعودية. زي إيش مثلا؟ ونتذكرها يعني كتاريخ. جوعتوني. زي إيه؟ والله أكلات المعروفة كالقرصان والمرقوق والجريش وبعض الأكلات السعودية المعروفة. حلو. أنت كمان فهد, كيف بتحتفل باليوم الوطني؟ إحنا عموما الطلبة الموجودين كانوا في الإمارات خلال السنوات الأربعة والخمسة اللي أنا عشتها هنا للدراسة, إحنا بتنسيق مع الملحقية والأندية الموجودة في الجامعات كنا دائما نخصص يوم أو يومين للاحتفال في كل سنة. حلو. فنحتفل مع القنصلية السعودية الحفل الرسمي للسفارة والقنصلية, وبعدها احنا نسوي حفل للطلبة, نسوي أناشيد ومسرحيات وشعر, وبعض الأحيان نجيب فرقة من السعودية العرضة والرقصات الشعبية السعودية. بتجيبوا رقصات الحجازية ولا؟ طبعا, طبعا حجاز لهم والمزمار كل المناطق المملكة يعني من كل منطقة, من الشرقية من الجنوب من الشمال من احنا ما نجيب كل يعني من كل منطقة فرقة, لا احنا نجيب فرقة دائما هي من الحسا, وما شاء الله عليهم هم يتقنون جميع الرقصات او جميع طيب. او تكون بس بشكل واحد اللي هي عرضة السعودية المعروفة, عرضة على الشعوب طبعا النجدية طبعا هي فتكون احيانا اختصارا للوقت او ما شابه ذلك, يعني يكون في الحفل وما يكون بس العرضة النجدية. طيب حلو. ابغى اعرف كمان انتم كيف يعني ايش اكثر شيء بتشتاقوا له للوطن بتحنوا له؟ يعني انا اشتاق للاكلات السعوديه, للقهوه, للتمر, للاهل, يعني في حاجات كثير نحن لها, الاحتفال, المناطق في السعوديه. انتم ايش اللي بيخليكم تحنوا اكثر للسعوديه وتشتاقوا لها؟ والله صراحه ان انا اللي احن للسعوديه انا احن للوالد والوالده والاهل. فالواحد وده انه يحتفل ما بين الاهل والاخوان, والاحتفال في وطنك شيء ثاني, ولا شك ان الامارات وطننا ثاني. وانت فهد كيف الجمع؟ احنا دائما في طبعا احنا يعني في الامارات ما نعتبر في غربه, لكن دائما الجمع نفتقدها, جمعه الاهل, جمعه الاخوان, جمعه الاصحاب, خصوصا انه احنا عندنا تقريبا عاده في الرياض مثلا انه دائما نجتمع في استراحات وكذا, فانا اكثر شيء يعني احله للرياض للاستراحه اللي دائما اقعد فيها. حلو. انا من جده وزوجي من الرياض, يعني صايره من اكيد صايره كل المناطق يعني نجمعها. طيب كمان الاحتفالات اللي بتصير مهمه, انتم الدراسه اللي يعني خلينا نتكلم اكثر عن حياتكم في الامارات, دراستكم في الجامعه, كيف طريقه ايش بتحسوا يفرق يعني او يفرق عن التدريس في السعوديه؟ يعني انتم اخترتوا الامارات, هي زي ما بتقولوا دوله يعني جاره للسعوديه والعادات والتقاليد متشابهه نوعا ما, فليش اخترتوا الامارات تحديدا, وايش ميزه التعليم اللي بتتعلموه هنا؟ دولة الإمارات خصوصا يعني احنا نتكلم عن تخصصي, انا تخصصي القانون في المحاماة, مثلا زي جامعة الشارقة هي متفوقة على الجامعات اللي في المملكة العربية السعودية خصوصا في هذا المجال, بغض النظر عن المجالات الثانية, نتكلم عن مجال القانون. زائد انه هنا يعني كدراسة انه تقدرين تركزين اكثر في دراستك من انك انه تكونين في دولتك او في مدينتك. ليش؟
لأنه في المدينة تعرفين الانشغالات والارتباطات العائلية والاجتماعية. بس هنا ما في طلعات ومشاوير. هنا في طلعات لكن احتفالات. في نفس الوقت أخف من السعودية. طبعاً. أخف يعني بكثير. عشان ما الواحد بيجتمع كثير بأهله والكلام والساعات والزيارات والضيوف وأنت. وأنا أحمد. والله مثل ما قال أخي فهد العتيبي إن صراحة التخصص هنا متميز ومتفوق وكأفضل تخصص كلية القانون في جامعة الشارقة. مو هو موجود عندنا يعني هو موجود لكن مش متفوق زي ما هنا متفوق. لكن هذا اللي أنا حبيت أقول عنه إن كلية القانون عندنا بتفوق. حتى أنا سمعت يعني إنه بدول الخليج يعني ما شاء الله عندنا من ترى من دول الخليج الكويت والبحرين والسعودية طبعا من خارج الإمارات وكذا. ناوي ترجع السعودية؟ طبعا الواحد يشتاق للأهل. أنا لظروف إن أهلي عايشين برا فراح لهم إن شاء الله. طيب هل تتوقعوا إنه إيش الحاجات اللي تتمنوا تصير في السعودية؟ إيش الحاجات اللي تتوقع إنها لو صارت حيكون في مساحة أكبر للشباب والشابات؟ بصراحة أنا متفائل يعني هذا السؤال كنت أبغى أجيب عليه بطريقة أخرى لكن أنا متفائل جدا الفترة القادمة جميع الطموحات والأحلام اللي إحنا قاعدين نحلم فيها ونطمح لها بتتحقق قدامنا في القادم يعني راح تتحقق. يعني أنا مثلا بين فترة وفترة أنزل السعودية أشوف التغيير اللي قاعد يصير. يعني مثلا على سبيل المثال نتكلم على مصادر الدخل الموجودة في السعودية. قبل 10 سنوات كان عندنا مصدر دخل واحد. في الفترة القادمة يعني بعد افتتاح المدن الصناعية والمدينة الملك عبد الله الاقتصادية اعتقد انه راح يكون عندنا تنوع كبير في مداخل في مدخلات الدوله من جانب التعليم كذلك في تطور الان مفتاح جامعات الان بازدياد في المملكه العربيه السعوديه ولا شك ان في تطور طبعا وازدهار في المملكه العربيه السعوديه. جميل. طبعا انتم حتكملوا معنا بس احنا مشاهدينا معنا عبر الهاتف الاستاذ عبد المحسن الحارثي مدير الشؤون عفوا الثقافيه بالملحقيه الثقافيه السعوديه بالامارات. اهلا فيك كل عام وانت بخير. أهلا وسهلا كل عام وانتم بخير وأنا شاكر هذه الاستضافة لنا ولأبنائنا الطلبة ودائما أنتم سباقون لمثل هذه الإضافات الجميلة. الله يسلمك يعطيك العافية. نبغى نتعرف على الفعاليات اللي بتقوموا فيها في اليوم الوطني في الملحقية. إيش النشاطات اللي بتقدموها طبعا في دبي؟ والله بما أنه أنا اشتغلت سنوات عديدة في مجال الإعلام فممكن أشتغل لك لمدة دقيقة واحدة مراسل. تفضل. فأنا في فندق أتلانتس في دبي والقنصلية السعودية تقيم حفل بهيج بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 83. حضروا أعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل ومعالي الفريق ضاحي خلفان وعدد كبير من المسؤولين هنا في دبي. طبعا لدينا 3 احتفالات، واحد في أبوظبي لديكم الليلة في السفارة، الثاني في دبي مثل ما ذكرت لدى القنصلية، الثالث سيكون يوم الخميس المقبل بمشيئة الله في ندوة الثقافة والعلوم في دبي تقيمه الملحقية الثقافية السعودية. طبعا بما أنه الملحقية الثقافية السعودية تعتمد دائما على الشأن الثقافي والإعلامي فسيكون الحفل منوع وبانوراما ثقافية منوعة فيها أكثر حرية وأكثر انطلاق من لا تأخذ صفة الرسمية التي تأخذها السفارة أو القنصلية بحكم أن الحفل يشترك فيه الطلبة وتشترك فيه الملحقية حتى الأطفال الصغار يشتركون في هذا الحفل من خلال أوبريت اسمه أطفال الوطن. سيقام الحفل إن شاء الله الساعة 6:30 مساء يوم الخميس المقبل في ندوة دبي للثقافة والعلوم. يتضمن مسرحية كوميدية هادفة أيضا ويتضمن أوبريت مثل ما ذكرت لأطفال الوطن بالإضافة إلى كلمات. أردنا أن نأخذ لفتة إنسانية بخصوص الأيتام والأيتام هم فئة من مجتمعاتنا العربية تعنى بهم الدول العربية في جميع المجالات ولكن ركزنا على فئة أخرى من فئة الأيتام وهم أبناء أسر شهداء الواجب. وأبناء أسر الشهداء هم الذين يعملون في السلك العسكري ويقاومون الجريمة ويحمون الحدود واستشهدوا وأصبحوا أبناءهم أيتاما. هذه الفئة رعتهم الدولة ونستضيفهم هنا في الملحقية الثقافية، نستضيف بعضهم في الواقع. ولدينا أيضا معرض لهذه الفئة، معرض فني تشكيلي من إبداعاتهم وهم مبدعون في مجالات كثيرة ومنها الفن التشكيلي. أردنا أن نبرز هذه الناحية
للضيوف الذين نسعد ونتشرف باستقبالهم في ندوة دبي للثقافة والعلوم. الحفل الوطني الذي تقيمه الملحقية الثقافية حفل بهيج وحفل كبير وحفل واسع قد أعد له منذ شهرين تقريبا من خلال اتصالات وتواصلات وتنسيق معين ودراسة معمقة. أيضا أشركنا الطلبة في مسألة شأن آخر من الإبداع أو ضرب آخر من الإبداع يتعلق بمواهبهم في مجال الإعلام خصوصا في مجال الإنتاج، وأقصد بذلك الأفلام. فطلبنا منهم أن ينتجوا فيلما قصيرا خصوصا الذين يدرسون في حقل الإعلام بهذه المناسبة، بمناسبة اليوم الوطني. لدينا أيضا فيلم من إنتاج الطلبة سيقدم في الاحتفال. هذه أبرز ملامح الاحتفال، ونتمنى يعني لو نتشرف باستضافتكم إن شاء الله هنا يوم الخميس الماضي. احنا يشرفنا طبعا الحضور، وكمان يشرفنا انه هذه الاعمال اللي بتقوم فيها الملحقية الثقافية او القنصلية او السفارة انه احنا نطرحها في البرنامج ونعرضها. يعني هذه الاعمال اللي قدموها الشباب بالعكس حابين نسلط الضوء عليها، في يعني اعمال رائعة بيقدموها في دولة الامارات حتى نتعرف اكثر على المغتربين ايش الاعمال الرائعة اللي بيقدموها. انا حابة اشكرك على هذه المداخلة الرائعة، وفعلا كنت دقيقة وأعطيتنا معلومات رائعة، شكرا لوجودك معنا. سؤال أخير لكم يعني في هذا اليوم، إيش حابين تقولوا للأهل، للوطن، يعني للحكومة، إيش حابين تقولوا لهم بمناسبة اليوم الوطني؟ أحب أهن الشعب السعودي بأكمله وأقول لهم كل عام وأنتم بخير، وما زلتوا حتظلون وراح تكونون أفضل شعب بنظري عرفه التاريخ. وأيضا أقول دام عزك يا وطن. يعطيك العافية. وأنت محمد؟ أنا أقول كل عام وأنتم بخير، والله يجعل علينا وعليكم سنين مديدة بالخير والصحة والعافية في ازدهار وفي تقدم بإذن الله. وأهني صراحة الوالد والوالدة والوالدنا الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأشكرهم جميعا. احنا بنشكركم على وجودكم معنا، نتمنى لكم كل الخير وجمال انه احنا فعلا افضل شعب، زي ما قلت افضل شعب ان شاء الله بتواضعنا وباخلاقنا، وبانه احنا دائما نكون يعني قدوة جيدة ونعبر عن بلدنا ونكون سفراء للسعودية في اي مكان نكون فيه. شكرا لوجودكم، كل التوفيق لكم. انا طبعا حنتقل الى فاصل وراجعين نكمل فقرات سيدتي، بس حختم بمقولة رائعة للمغفور له باذن الله الملك عبد العزيز الله يرحمه: أنا لست من رجال القول الذين يرمون باللفظ من غير حساب، أنا رجل عمل إذا قلت فعلت، وعيب علي في ديني وشرفي أن أقول قولا لا أتبعه بالعمل، وهذا الشيء ما اعتدت عليه ولا أحب أن أتعوده أبدا. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهني سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين والشعب السعودي باليوم الوطني 83، وأتمنى للمملكة العربية السعودية الرقي والتقدم. والله أقول لهم كل عام هم بخير، والله يديم عز الوطن، ويا أبو متعب دامك بخير حنا بخير. نهني الشعب السعودي ونهني الملك عبد الله والملك سلمان والشعب السعودي، نتمنى كل سنة أفضل من سنة اللي قبل. أحب أبو عبد الله. أحب أهني الشعب السعودي، وأحب أهني أهلي وأصحابي، وأنا فخور أني من هذا الوطن. بالنسبة ليوم الوطني نحب الوطن كل يوم، وهذا اليوم مميز، ويعني الفرحة واللبس الأخضر وحب الوطن. أحب أهني الشعب السعودي وخادم الحرمين الشريفين، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.